السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله البرمجة المفصلة لبث دروس التلفزة المدرسية عبر القنوات المغربية لهذا اليوم. البرمجة المفصلة لبث دروس التلفزة المدرسية عبر قناة الأمازيغية. البرمجة المفصلة لبث دروس التلفز المدرسية عبر القناة الثقافية. ثم البرمجة المفصلة لبث دروس التلفز المدرسية عبر قناة العيون. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.